السلام عليكم. بسيط فقط تدخل وتختار ريجستر للتسجيل. اذا الفول نايم تكتب اسم واللقب هنا، الادرس ايميل الخاص بك هنا، الايميل الخاص بك تعيد كتابه الايميل هنا، اليوزر نايم الخاص بك كمثال هكذا، وهنا الباسورد وتعيد كتابه الباسورد وتكتب ما هو مكتوب من حروف في هذا المستطيل تعيد نقله هنا، وبعد ذلك تقوم بالتعليم على هذا المربع بانك توافق على قوانين وقواعد الموقع وتختار ريجستر. بعد التسجيل ستذهب إلى إيميلك لتقوم بالتفعيل activity، وبعد ذلك تأتي إلى هنا login، بعد ذلك تكتب اليوزر نايم الخاص بك والباسورد هنا، وبعد ذلك تقوم بنقل هذه الكلمات. بعد نقلها تختار login فيتم عملية process أو عملية معالجة الحساب حتى يجده ويدخل مباشرة. وعندما تدخل الحساب مباشرة تذهب في بدء العمل، قبل ذلك تأتي إلى هنا Personal Setting وتقوم بإضافة طرق الدفع. تجد الطرق عن طريق Coin Payment وPayeer وPerfect Money على ما أعتقد وPayPal لنتحقق. نعم كما أخبرتكم PayPal وPerfect Money وPayeer وCoin Payment. بعدما تضع الPayPal الخاص بك هنا نعود هنا View Ads، ذهب لمشاهدة الإعلانات. هو يعطيك كل 24 ساعة 10 إعلانات، كل إعلان ب 0.01 سنت، أي 10 إعلانات تساوي 0.1 سنت الذي هو الحد الأدنى للسحب. عند كما ترى هنا وسعرها، عندما تجمعها أو تشاهد هذه الإعلانات جميعها ستصل مباشرة للحد الأدنى للسحب. ولتجرب الPayPal الخاص بك إن كان يستقبل أو لا، فقد تقوم بالنقر هنا مثلا على الإعلان، فتنبثق هذه المستطيلة هذه الدائرة، تقوم بالنقر عليها فينفتح الإعلان. إذن وتظهر هنا عداد، تنتظر حتى امتلائه، وبعدها تنقر على الصورة المقلوبة، يطلب عليك النقر على الصورة المقلوبة وتنقر عليها وتتم المهمة بنجاح. أنا يخبرني أنني شاهدت هذا الإعلان من قبل ولا أستطيع أن أشاهده مرة أخرى إلا بعد مرور 24 ساعة. هناك طريقة أخرى وهي أنفست لتكبير الربح، لكن لا أنصحكم بها لأن فيها مغامرة، وهي عن طريق الاستثمار. تستثمر هنا 7 دولارات وتربح 10 دولار، يعني تعطيهم 7 وتربح، يعطيك إعلانات بقيمة 10 دولار، أي يعطيك 10 إعلانات، قيمة الإعلان الواحد 1 دولار، وهذه الجولدن مدتها يوم واحد، ويعني تصبح غير صالحة للاستعمال يعني. وهنا كذلك بسعر لا أنصحه يعني إلا إن كنت تود أن تغامر. إذن هذا هو شرح اليوم. الآن نأتي إلى إثبات السحب. إذا إثبات السحب نذهب إلى ماي أكونت. عندما أولا طريقة السحب تذهب إلى ماي أكونت وبعد ذلك تنقر على withdraw. إذا بعد ذلك تأتي إلى هنا withdraw عندما تسحب. أنا سحبت من قبل withdraw هنا. بعد ذلك يأتيك هنا طرق الدفع أو السحب، ستأتيك PayPal، Payeer، Coin Payment وPerfect Money. تختار PayPal وبعد ذلك تختار Send وسيتم تحويلك أو إخبارك أنه تتم معالجة المبلغ هنا Pending Withdraw، وبعد ساعات ربما 5 ساعات أو ربما مباشرة على حسب الضغط في الموقع ويرسلون لك هذا المبلغ. نذهب إلى الباي بال لنرى إن وصل. ها هو الباي بال الخاص بي، لقد وصل المبلغ لكن للأسف يصبح صفر لأن الموقع يقوم بعمل رسوم كما ترى فيه، مما يعني يجعل ذلك أنه لم يصلني شيء. فقط كما ترون ها هو الموقع إيماني آدس، نعم وصلني منه. أنا سأقوم بعمل ريفوند ذيس بايمنت، إعادتها إلى حسابي، لأنها أنت اجمع على الأقل اعمل 2 أو 3 ليصلك يعني 0.3 أو 0.2 لتستطيع التأكد، أي تصلك هنا 0.1. إذن أرجو أن أكون قد أفدتكم، انتظرونا في شروحات أخرى.